السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عام جديد ميلادي جديد 2024. اليوم الاثنين، وأقول كل عام وأنتم بخير. سؤال دائما يتردد، هل الدين تخصص ولا الدين للجميع؟ أنا جوابي أقول نعم، تخصص. مو كل واحد يقدر يحدد لك نقاط الدين. إذا عرفنا أن الدين هو القوانين التي أرسلها الله سبحانه وتعالى للبشرية علشان كل مخلوق يقف عند حده ويأخذ حقوقه كاملة، هذا هو الدين. في سورة يوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ربنا سمى نظام الملك على أيام يوسف عليه السلام دين، وسمى يوم الحساب يوم الدين، يعني يوم الفصل بين المخلوقات وما حد يتجاوز على أحد، وربنا طبعا ليس بظلام للعبيد. وهذه مهمة الرسل، مهمة الذين يشرعون القوانين، هذا هو الدين. هو الدين كي يقف كل مخلوق عند حده. ف كيف أنا مثلا أفتي في الزراعة وأقول يجوز أنك تسوي مزرعة أو تحفر بير أو تسوي تزرع شتل أو مدري إيش، إلا تروح تستفتي وزارة الزراعة هل تسمح لك ولا ما تسمح لك؟ إذن تخصص. كذلك التجارة، الصناعة، الاستيراد، لا تخصص. إذن كيف تقول الدين ما له تخصص؟ لازم تخصص والدراسة وعلم. اللي يشرعون القوانين طبعا بعد المحرمات، ربنا قال القوانين هذه محرمات ممنوع تقتربون منها، ممنوع تضيفون محرمات جديدة، لكن المباح لازم يدار ولازم يقونن، اللي هو اللي نسميه برضو الدين، التشريع الوضعي اللي على ضوء المحرمات اللي حرمها رب العالمين. فالدين هو قوانين تنظم المجتمع، تنظم الناس، تعطي كل ذي حق حقه، هذا هو الدين. ليش مو تخصص؟ هل أنا أقدر أقول يجوز أنك تمشي 200 كيلو متر في الساعة ولا المفتي هنا والمتخصص هم المرور والمسؤولين عن السير ووزارة المواصلات وزارة الداخلية وزارة في وزارة طبعا تخصص، واللي يشرعون القوانين هذا أكيد متخصصين. مستحيل يجيك واحد يشرع قوانين للمجتمع كله وهو ما هو فاهم بالقوانين وبالأنظمة ومصلحة البشر. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طبعا بعد المحرمات تجي الأعراف، الدول تضع قوانينها على حسب أعرافهم وعلى حسب مصلحتهم. إذا الدين تخصص، كيف نلغيه من التخصص؟ أما كتاب الله سبحانه وتعالى بالنسبة للأمور اللي أنا ماني فاهم فيها، مثلا الفلك والحفريات، برضو هذه تخصص. أنا ما أقدر أقول تبعد الشمس عن الأرض مسافة كذا وأنا ماني متخصص بالفلك. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أنا ماني متخصص بالحفريات. أنا مؤمن بهذه الآية وتعبد بتلاوتها، لكن ما بحثت كيف بدأ الله الخلق. إذا المتخصص بالحفريات يفيدنا، إذا في تخصص. أما التشريع اللي هي المحرمات، ما فعلا ما يبقى له تخصص. ربنا قال حرم مثلا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقال لك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأوفوا الكيل، وقال لك البغي محرم، وقال لك أكل مال اليتيم محرم، وقال لك الربا محرم، ومحرمات الأطعمة المعروفة. إذن هذه واضحة، ما يبي لها مفتي على قولته. أما المتخصص الأمور التخصصية بالمصحف طبعا لها تخصص. التشريعات القوانين اللي أنت تحاسب عليها في الدنيا قبل الآخرة برضو لازم لها قوانين وتخصص. ولذلك تشوف الدول تشرع تلقى مثلا ناس مختصة بالشيء هذا، فيطلعوا لك قانون السير، تطلعوا لك قانون الزراعة، قانون الاستيراد، إذن هذه
هذه هي التخصص، هذا هو الدين وهذا هو التخصص. ليش نقول الدين ما هو تخصص؟ نحسب يعني عيب ان يصير القوانين للمتخصصين في قوانين. الدين قوانين، قوانين. استرجعوا الآيات اللي بالمصحف عن كلمة الدين تجدها هي القوانين التي تنظم هذه المخلوقات، طبعا جميع المخلوقات، مو بس أنا معاملتي مع البشر، معاملتي حتى مع الحيوان، مع الشجر، مع الطبيعة، كلها لازم لها قوانين، وهذا هو الدين، هذا الدين. شكرا لكم، شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير.